وللحديث أكثر عن افتتاح دور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب وما تضمنته الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب، معنا عبر الهاتف الدكتور علي النعيمي عضو مجلس النواب. مساء الخير دكتور. مساء الخير على الجميع. دكتور، ما هي قراءتك لما جاء في كلمة جلالة الملك المفدى خلال افتتاحه دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس؟ نعم، لا شك أن كلمة جلالة الملك عكست ما يوليه جلالته من دعم لسلطات الدولة وكافة مؤسساتها، وحملت رسائل للمرحلة الحالية والمستقبلية. فكلمة جلالته تستشرف المستقبل بنظرة القائد الذي يبادل شعبه التقدير والمحبة. الكلمة الملكية أشادت بفريق البحرين بقيادة سيدي سمو ولي العهد ونجاح إدارته في مواجهة الجائحة كورونا، وهذه إشادة سوف تترك أطيب الأثر في نفوس الجميع وخصوصا العاملين في الخطوط الأمامية. توجيهات جلالته للجهات المختصة بإنشاء مشفى ومركز متخصص في مجال الأمراض المعدية يوثق داخل صرحه أسماء كافة الداعمين لحملة فينا خير تقديرا لدورهم، يدل على ما يبادله جلالته لشعبه من حب وتقدير، الذين يبذلون القالي والنفيس من أجل الوطن ويقفون بجواره بكل الظروف. السلطة التشريعية ستكون السند والداعم الأول لصندوق الأمن لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية الذي صدر بمرسوم 64 لسنة 2020، والذي يحظى بإشراف سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، له من أهمية كبرى في نفوس شعب البحرين، خاصة شريحة الشباب التي تحظى بدعم ورعاية شخصية من جلالته. كما أن جلالة الملك أكد في هذا المحفل الوطني موقف البحرين الراسخ لقضايا المنطقة والمحافظة على السلام، ولا شك أن إشادة جلالته برجال قوة دفاع البحرين، هذه المؤسسة الشامخة وكذلك الأجهزة الأمنية، هي محل الاعتزاز وخصوصا عندما تصدر للقائد الأعلى. في الختام أؤكد أن أساس أي نجاح هو تعاون السلطتين، وبكل تأكيد سوف تكون هذه القاعدة التي نعمل بموجبها. نعم دكتور علي النعيمي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.